مرحبا بكم، معكم سيف علي. بهذا الفيديو راح نتكلم على كيت سويناه للتدريب، وهو من البي ال سي اللي استخدمناه من شركة شنايدر الكتريك، نوع زيليو. طبعا يعتبر سمارت ريلي او مايكرو بي ال سي مقارنة بالبي ال سي الحقيقي اللي بي اكسبانشن ببروتوكولات وبتقدر تضيف له HMI والى اخره. هذا النوع انا اعتقد يكفي، لانه اولا سعره مناسب وتقدر تسوي به اغلب الدوائر المهمه في السيطره، وكذلك تقدر تربط مع انالوج وتبرمج انالوج. هذا اذا واضح بالصوره، هذا الكيت اللي اشتغلناه، وان شاء الله راح نشرح به اهم الدوائر مثل السلكتر او الامرجنسي والانالوج والى اخره، كثير من الدوائر، وكذلك ال HMI ايضا تقدر تبرمجها في هذا النوع. اتمنى لكم كل الفائده. راح نشرح لكم بالبدايه وايرنج دايجرام وكيفيه استخدام هذا البرنامج. اكو دوره سابقه اذا انت مبتدئ، اذا انت تريد يعني اذا انت تريد تستفاد كبدايه فتشي نظري فتشي راح يضيف لك يعني قبل لا تبلش بالعملي، تقدر تاخذ كورس اكو باللادر واكو بالفانكشن بلوك. انصحك تاخذ اللادر وبعدين تتجه لهذا الكورس اذا كنت مبتدئ، لان هذا الكورس راح يكون كمستوى ثاني، لانه راح ناخذ به دوائر اكثر تعقيد. فحاول تبدي بالبدايه كورس بسيط، تتعلم التايمرات، تتعلم الكاونترات، تتعلم كيف تبرمج انالوج وكيف تضيف شروط للمقارنه. بعدها تنتقل لهذا الكورس، لانه ما راح اشرح لك شغلات ليفل 1. فأتمنى لكم كل التوفيق في هذا الكورس. حاول إذا عندك شيء تسأل في التعليقات حتى البقية أصدقائك يستفادون، أو في الجروب حتى أيضا بقية زملائك ممكن يجاوبوك. وتحياتي لكم.